هناك الكثير من العمالة الوافدة من يحاول إخفاء الصورة الحقيقية عن أحوال المطاعم من حيث النظافة العامة والخاصة بالعامل نفيها. كاميرا صحيفة اليوم رافقت مراقبي بلدية وسط مدينة الدمام في جولة ميدانية تفتيشية. دكتور ودي تحدثنا إيش اللي شفتوه هنا بالضبط؟ والله في الحقيقة عندنا احنا أول حاجة غلط اللي هو سوء سلوك العامل، المفروض ما يرجع على الطاولة اللي قاعد يصلح فيها الأكل. في عندنا تدني مستوى نظافة، في عندنا تعدد الأنشطة، في عندنا سوء حفظ المواد الغذائية، في أمور مخالفات كثيرة. خلاص حول احنا جرينا لنفتش عليها أنا وبقية الزملاء. في عندنا فتحة هنا احنا استغربنا منها فشيكنا فيها، ففي طلع فيها حفظ المواد الغذائية بطريقة غير صحية برضو. طبعا اكيد كلها مخالفه للائحه الجزاءات والغرامات ويسقط عليه عقوبات في ذلك. هذا المطعم اكتشفنا خلف هذا المطعم مصنع للحلويات مخالف للائحة الاشتراطات الصحية. معنا الآن الدكتور راح يبين لنا وش اللائحة الاشتراطات الصحية المخالفة لهذا المطعم. مخالفة المبنى وجود باب خلفي يؤدي إلى مكان زي ما انتم شايفين جدا سيء، اكتشف أحد المراقبين في عنده سوء حفظ المواد الغذائية، في عنده وضع المواد الغذائية على الأرض مباشرة، في عنده سوء تداول، في عنده مخالفات، عدة مخالفات صحية، جاري العمل على رصدها وجردها، ونشوف إذا كان مسوقات الإغلاق تقع عليه راح يغلق، لو كانت مسوقات الإغلاق ما تقع عليه ما راح يغلق. عمالة وافدة يصرون على خرق القواعد والقوانين ضاربين بها عرض الحائط، حيث انعدمت لديهم الإحساس بالمسؤولية القانونية وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل صحي وتوفير حد أدنى من النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها. لصحيفة اليوم محمد المحي، الدمام.